الزمالك مع اعضاء الجمعيه العموميه داخل نادي الزمالك. رحبوا معايا بنجومنا في الاستوديو كابتن مصر ونجم مصر كابتن جمال حبيب. نورنا كابتن جمال. اهلا بيك كابتن طارق واهلا بالساده المشاهدين. ايضا نجم مصر ونادي الزمالك تجانا مصر كابتن اسماعيل يوسف. اهلا بيك كابتن طارق. اهلا بيك كابتن. عندليب الكره المصريه والهداف التاريخي نادي الزمالك كابتن عبد الحليم علي. اهلا بيك كابتن. نورنا كابتن عبد الحليم. ربنا يخليك كابتن. تمام. كابتن جمال انا قلت في نهايه كلامي قلت تبدو مباراه سهله للزمالك ولكن هنسال نجومنا هل هي مباراه سهله على ارض الواقع ولا مباراه في فريق متناول نادي الزمالك ولا هتلاقي فيه منافس شرس؟ والله هي ثلاث حاجات يا طارق. لو قلنا مباراه سهله هيبقى احنا مستهون بالخصم، لو قلنا مفيش مباراه سهله في الكوره يقول لك ايه ده هم خايفين من بروكسي، ولو قلنا مباراه عاديه وهم هيلعبوا فرقه اكيد اكيد كل فرقه لعبت قصاد فريق في الدوري الممتاز من الفرقه اللي احنا شفناها كلهم كانوا نازلين على امل ان هم يعملوا مفاجاه الكاس. ففي فرق جابت اجوال في الشوط الاول والشوط الثاني ما كانوش كويسين واتغلبوا بثلاثه واتغلبوا باربعه، وفرق كانت منظمه اتغلبت اثنين بس وكانوا منظمين دفاعيا. فانا اعتقد ان المدير الفني لنادي بروكسي طبعا هيحترم نادي الزمالك ويلعب بطريقه زون، فمش هيبقى شرس قوي لدرجه ان هو هيبقى يعني ند مع نادي الزمالك. ولكن انا شايف في اسماء كثيره جدا هنتكلم على التشكيل بعدين. اسماء كثيره جدا بدا النهارده ودي حاجه حلوه برضو ان يكون يتجربوا النهارده في ماتش زي بروكسي. انما الماتش عامه الكره ما لهاش كبير، انما الماتش عامه ان شاء الله اكيد طبعا هيكون في دفه نادي الزمالك ان شاء الله.